السلام عليكم ورحمة الله. اليوم لعنا هذا التمرين اللي هو 7 ناقص 6 على 10 ناقص 16 على 5 ناقص 9 على x زائد 1 يساوي 4. أول فكرة بده قيمة x. الفكرة الأساسية إنه نجعل هذا المقدار 9 على x زائد 1 له قسمة حقيقية. بمعنى من الأجوبة إذا عوضنا X ب3 بيطلع الجواب ناقص 2 ما بيتقسم. X 1 9 على 2 ما بيتقسم. 2 9 على 2 3. تمام؟ 9 على 3 3 على 5 3 5 ناقص 3 3 2 16 على 2 شوفوا شلون جرت السلسلة. 16 على 2 8 10 ناقص 8 2 6 على 2 3 7 ناقص 3 4 إذن الإجابة 2. واضح؟ الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله.